أيها المسلمون، تتفيأ الأمة الإسلامية ظلال هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان بخيراتها ونفحاتها وبركاتها، فهنيئًا للأمة بلوغ العشر الغُر، ومباركٌ عليها عشرها الزُّهر. ولكن يا رعاكم الله، هذه أيام شهركم تتصرَّم ولياليه الشريفة تتقضَّى، شاهدةً بما عملتم وحافظةً لما أودعتم، وسرعان ما تبدَّى لنا ثلثُه الأخير وقد تصرَّم جُلُّه، ولم يبق إلا نزره وقُلُّه، بل أيامٌ على الكف تُعد، فحي هلًا بمُستزيدٍ لا يُرد. نسأل الله قبول العمل وبلوغ الأمل في المُفتتح والمُختتم، شهرٌ حباه إله العرش مكرُمةً، فيرحم الله من ضاقت به السبل، هو الرؤوف بنا. هل خاب ذو أمل يدعو رحيما بقلب ذله الخجل؟ أيها المؤمنون، العشر الأواخر الدرر من رمضان معين ثر للمتنافسين، ومنهل بالتقى عذب يرده العباد المتسابقون. كيف وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أعظم الهدي وأكمله وأزكاه للنفس وأعظمه؟ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. متفق عليه. وفضلاً عن الجد في العبادة والاجتهاد واطراح الإرواد، يعتزل صلى الله عليه وسلم النساء ويوقظ أهله لشهود ليالي المغفرة والرحمة والعتق من النار. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، فشدوا المآزر وأحيوا لياليه، ولتذرف العين دمع الندم، فربي غفور رحيم ودود، حليم كريم كثير النعم.